فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على في اخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيو على مقابلات تفادي النزول. لكن قبل هذا نعرف سامي، تحب تحكي كلمه على ماتش كلوب وسليمان؟ باش نحكي شويه على النادي الافريقي، خاطر جماعه كل حكاو شويه انت في نقطه اخرى. من بعد الثوره بارامون انت الكلوب افريكان في البيريود الاخرى عنده يعني زوز نقاط كانوا ماهمش يستغلوا فيهم بالكدا. النقطه الاولى النادي الافريقي الكبيره اللي كانت موجوده في الثمانينات والتسعينات والجمهور نتاعها والبوس نتاعو الكبيره في التيران وفي الملعب تفقد بعد الثوره، يعني خسرت الجمهور نتاعها وخسرت النومبر الكبير اللي كان موجود. انا كنت نعرف شنو انت جمهور النادي الافريقي كي نلعب كونتر النادي الافريقي في المنزه ولا في رادس، لعبنا ماتش كبير وفي المنزه كان عنده بوس كبيره وكان ينجم، يعني فقدت شويه من الفالور هذاك بالثوره وبالجمهور الواحد بالاقل الاقل عدد الاقل عدد. اما انا احكي لك انا سير تيران كان كان قبل كتاب سيرة من جمهور. أنت قلت ثمانينات سيرة لا جراند إيكيب تاع كوب أفريكان ستينات. أنا غلطت عليه تسعينات كان عنده جمهور يعني تبارك الله وأنت كبير برشا. النقطة الثانية اللي خسرتها النادي الإفريقي ليدي ترونجي تو تقريب 10 سنين تقريب النادي ولا 7 سنين هكاك أبار، يمكن بعد سليم الرياحي شوية ولا في البريود هذيك يمكن اللي قلب الكرة في تونس. انه جد بريود لو كليب افريكان على في لو بروبليم حلت هي المشكل وحلت فيه. الكره التونسيه كانت رايضه، جا سليم الرياحي وجا سيمون ثر الوحيشي وعنده وعملوا بالي اخرى نتاع دي سالير في الكره في تونس. البالي هذه تسلو حيشي نريانا فوا دخلوا هو سليم تكنيك. البالي هذه وقت جابوا دي زوير من برا وجابوا زوارات اللي يلعبوا في فرنسا في السالير نتاعهم كان كبير برشا. السالير هذوما وصلوا بال100 مليون وبال شهر وبال120 وب90 مليون به. الاسبيرونس كانت رايده بعد الاسبيرونس خلطت على السالير تبعت، لكن الاسبيرونس قاومت وعرفت كيفاش تقاوم وعرفت كيفاش تخدم، تاخذ جوار ب100 ولا سالير ب100 لكن تعرف تبيع في الوقت وتعرف تاخذ وتعرف تصرف وتعرف تنقص وراجعت شويه تو استراتيجيه وراجعت شويه. هنا الكلوب افريكان ما عادش نجم تخلط على السالير 100 مليون لانه ما عندهمش بريزيدون كيما حمدي المتب. والسول في تونس اللي نجم يخلط على سالير 70 و80 و90 و100 مليون هو حمدي. شكون نتاع الجوريات الموجودين اليوم في الكلوب افريكان اللي يستحقوا يستحقوا السالير هذايا؟ معناتها سيتي دي جوار اللي سور ايفالوي. خلينا نكمل اللي السالير اللي تنجم تعطيه ب100 مليون تو الفالور جوار التونسي الباهي باش يقول لك اعطيني تو بالرمضان يقول لك اعطيني 70 مليون سالير، تعطيه 20 ولا 30 يقول لك ما نقبلش وما نرجعش. يعني وصلنا في تونس انه صالير الملاعبي مانيش باش نحكي ككاليتي يسوى ولا ما يسواش، بس ايش اللي استابر في مداخله تراجي غير نودي كل ثم استراتيجي يشوف سنة. لكن الجمعيه الوحيده اللي تنجم تعطي 100 مليون قلت نجم خاطر تدخل زاد انت الملاعبيه هذوما اللي تخلص فيهم استراتيجي صحيحه. لا خاطر وعنده بريزيدون قوي وعنده معناه بوس استراتيجي شنو هو فما بريزيدون استراتيجي شنو استراتيجي لا فما استراتيجي فما رئيس بركه فما فكر بركه ما فماش ثلاثه واربعه زيد حاجه سامي راهو كل عام موجوده في ربيت الابطال وكل عام في كل عام تهز وعندك كاس عالم عندي تبيع وتشري. يعني اليوم الترجي الراضي التونسي ستابل عنده فكر اخي بعت البليلي تقريبا بدرا قداش وبعت كوم تقريبا بسوم كبير يعني تنجم تخدم وتعرف تخدم وشريت وبعت وكوليبالي مطلوب والهوني وصل سمو 15 مليار وما بعتوش. يعني عنده استراتيجية نتاعها تعرف تخدم. الاسبيرونس هي اللي تخدمت في البالي انه صالير الملاعبي يوصل 100 مليون. لو كلوب افريكان في النقطة هذه ما عادش حتى نجم تجيب دي زترونجي يسوي ولا 100 مليون تخدم بجوارات صغار تخدم بزوز نقاط هذوما ضعاف على الاسبيرونس وهكاك هربت بها الاسبيرونس. ليتوال حبت تشد شوية زاد عملت لي مويان لكن وصلت ب 40 مليار فايت وكتعرف بريزيدون سي اس اس كيف وهذا هو الفارق في الكوره في تونس وهذا يخلي الترجي هي اللي شاده ثنيه وحده والاخرين شادين ثنيه اخرى وحده. باهي نحكي شويه على مقابلات تفادي النزول. شبيبه كانت فازت على حمله في اثنين بلاش السيابيه كيف تلعب تفادي النزول فازت على مستير 2-1 حتى طوين فازت على متلاوي 3-1 كذلك هذو المقابلات تاع الانديه اللي تلعب على تفادي النزول. باهي سامي ظهري ديما بطولتنا في ولاد في السنين الاخرى طلعت تلعب كان على تفادي النزول هنا نشوفوا القوة تاع البطوله فما تنافس بس في حين اللقب محسوم من قبل ثلاث جولات. انا اشوف ديما نقول لك كرويا ما نحبش توا نحلل برشا تكلمنا على هذا ما نحبش نحلل برشا لكن انا كل يوم تلقى قروان وحمد منف وبنزرت في التياح اتونسيون في بطولة ضعيفة برشا
بطولتنا ضعيفة برشا على كل المستويات. خزنت برشا تلقى سيدي. تلقى لا ضعيفة بطولة نتاعنا ضعيفة. لا ضعيفة اللي بدينا لا ضعيفة. ثلاثة عندنا ثلاثة الفرق هذوما عندك قدامك الكلاسما وعندك الأهداف المقبولة والأهداف المدفوعة تو تشوف أحسن ريزولتا متاعنا ما نحكيوش على الجان لزيكيب ناسيونال دو جان مناش موجودين وأحسن إنجاز متاعنا نفتخروا به أن معناتها المرتبة الرابعة في كأس إفريقيا وخرجنا من معناتها من الدور الأول كالعادة معناتها من كأس العالم مانيش تقزيم هذه وبعد حاجة أخرى نقولها لك إذا أنت عندك كرة عند قيمة وإذا أنا أكون غلط راهو متعارف أن الكرة متاعنا دي قوية وعنا لاعبين مطلوبين في جمعيات محترمة وفي بطولات محترمة ضعيفة بالابو شنو؟ ضعيفة بالابو شنو البطولات؟ البطولة شكون البطولة متاعنا ما تخش الترجي الرياضي التونسي لكل الأسباب اللي قلناها بالمقارنة مع شكون ضعيفة لكن مقارنة مع المغاربة مقارنة مع الجزائرية مقارنة مع الأفارقة نلعبوا ضدهم قلنا ماناش نتكلم على الترجي الرياضي التونسي لأنه ثم شوف ثم الترجي الرياضي التونسي في منظومة كل اقتصادية ورياضية كل ثم الترجي الرياضي التونسي وبعد ثم البطولة متاعنا فهمت البطولة متاعنا اي بما أن الترجي الرياضي التونسي احسن فريق في تونس عنده 6 ولا 7 جزائريه ومعاهم ليبيين دونك تشو القيمه نتاع البطوله نتاع وبعد القيمه انت نتاع الاقتصاد نتاعك اذا انت ما تسقش احنا معناتها البرودوي لوكال نتاعنا اكثر حاجه يمشي للخليج ويمشي للخليج ما يكملش بعد 6 7 شهور يطردوهم الفرق ما عادش حاجتهم بيهم على التفريق اللي تحكي عليها هزت بطولة افريقيا بنلعبيه تلعب في السعودية تلعب في تونس لكن شوف انت لي جران جوار الجيريان اللي موجودين في البطولة الفرنسية في البطولة الايطالية في البطولة الانجليزية احنا ما عندناش هذوكم خرجوا راهم كلهم من البطولة لابليبار خرجوا من البطولة الجزيرية لابليبار راهو الموضوع الملاعبية كما قال لك سامي بو انا مانيش معناتها باش ندخل فيه لكن في الموضوع هذا الملاعبية هذوما فورميرو في لي سونتر نتاع كلير فونتين في لي سونتر هذوما كبروا في جمعية بخلاف من سبعيني وسليماني يعني متكونين في الجزائر الباقي الكل متكونين وبالناصر تكون في الجزائر من الاول بالناصر متكون من الاول في الجزائر وبعد مشى لعب في الشامبيونات تاع الجزائر بالناصر اي لازم تلقى زوج كيف ملاعبيه مش تقزيم شوف مش تقزيم الكره نتاعنا ثم معناتها حاجات يلزم تصير في الكره اللي ماهمش صايرين في الكره في الكره نتاعنا في سامي شوف تو جمعيات وانت تعرف كل شيء مشاكل مادية تعرف لا ثم مشاكل مادية خاطر اون جينيرال الاقتصاد وتعرف المشكل تاع احنا عندنا مشاكل مادية في الفرق نتاعنا وعندنا دي سالير اكزاجيري نتاع 100 و120 وشنو في جمعيه برك موجود شويه وفرق صغار اي اللي يدفع 100 في الجمعيه الصغيره الكبيره يتسمى برشا واللي يدفع 4 و5 و6 ملايين في الشهر في جمعيه صغيره لان احنا عندنا كره مارق على القانون الكرة متاعنا ما عناش قانون احنا الى يومنا هذا عنا بطولة وكرة مارقة على القانون غدوة وقت تعمل قوانين ما توصلش معناتها النادي الافريقي عنده 70 و80 مليار عزج ما توصلش معناتها النجم الرياضي الساحلي انت في اللحظة ذي يعني تكون توجه يعني نوع مش اتهام هو اما شكون يعني المسؤولين على الكرة متاعنا وفوق المسؤولين على الكرة متاعنا ثم السياسيين ما يلزمش تكون الكرة التونسية مارقة على القانون سامي وانيس خلينا نحكيو على شوية على المقابلة تاع مانتيان ولو انه سمعت بالناصر عمرو ما لعب في اما قلت لك انا وقت تشوف ثلاثة جمعيات مثل نادي رياضي بنزرتي ونادي حمام نلف وقروان في التياح اللي هما هذوما كانت معناتها كانت عندهم بصمة وكانت عندهم تكوين وكان عندهم بيطلعوا جولات كانوا يطلعوا يهبطوا حنا نلف مش اول مره قاعدين يخدموا على رواحهم هذوما ناس انا ما تجينيش غريبه نادي بنزرتي باش نلقاها في القسم الثاني ولا شباب القيروني ده حمام الانف راهي مش مجام لانك كنت جمعيه قبر له عندك تاريخ احتراماتنا كليا الجمعيه هذوما ما سامحني انت الخارطه تبدلت طلعت سليمان والشاب لا ابار ما الخارطه تبدلت يا اخي انت حكر انك شباب القيروني ما تياش انت اكس ولا ايكريك ما تياش عندك تاريخ اليوم ثم جمعيه وناس كل تخدم سليمان قاعده تخدم الشباب قاعد تحضر في انتدابات ثم استراتيجي جمعيه هذوما كل عام انتداباتهم يرجع قبل
الشامبيون ب 10 ايام يجيبوا لك الركاي وخوه في ديسمبر تجي بالا جديده 10 مدربين يا تورا يا فورا يا تنجح وما يتذكروا تيوح كان في عمر ما عمر استراتيجي يعني انت شنو اليوم حمام لنف سامحني انت سلام في بالك هذا العام الثاني ترى بعد الثالث ترى بعد تيوح تحت وعملوا المنع معجة فاصل الملعب الجيبسي وقتها والريزيرف اللي عملتها بن قردين باش منعت وسنة زادة كيف كيف هذا كل شنية معناتها هم ما عندهمش موارد مالية ثم استراتيجية وثم إدارة وعدم رؤية أبعدية كل عام هذيك يرجع قبل بعشر أيام نعمل المانتيام تاعنا شبيبة قيروان كل عام ما يخلصوش يجي آخر العام 12 خويا تاخذوا الشاري وتسامح زاد اليوم زاد جمعية ذم مطالبين بصحوة كاملة وثم حملة لازم تصير من الجماهير على نوعا ما المسؤولين قوانين زادة بالكرة البطولة سناء وكلاسمون ميكرو البطولة سناء وكلاسمون اللي راه فيه هو كلاسمون عادل بالنسبة لي أنا كلاسمون عادل مريقل ما راتش فيه حاجات مستغربة ولا حاجات بعيدة على بعضها أول حاجة الجمعيات اللي في الأعلى الترتيب الترجي صفاقس شوية كان ترجع لكلوب أفريكان بسي بوان بتاعها ولا الدوال باش نلقاو الكلاسمون صحيح في وسط الترتيب نلقاو المتلوي نلقاو تطاوين نلقاو سليمان نلقاو الشاب نلقاو بن قردين والشاب وسليمان وتطاوين عندهم الموارد القارة نتاعهم المادية وعندهم لي مويا ويعرفوا يتصرفوا في الموارد نتاعهم وهكاك ما عملوش مشاكل وسط العام وقاعدة الجمعيات هذه قاعدة منظمة حتى في كما قلت كما قالوا الخيان حتى في عدد المدربين ما بدلوش برشا في النتائج نتاعها ما كانتش كاتاستروفيك شابه جمعيه منظمه سليمان زاد جمعيه منظمه ماشيين باستراتيجيه صحيحه مصاريف محدوده ماخذين جوارات صغار قاعدين يخدموا بالكدا تطاوين والمتلوي معروفين يعني يخدموا زاد في الموارد نتاعها ويعرفوا كيفاش يتحكموا ثلاثه جمعيات الكبار اللي نجم نقولوا هما الاصل في وسط التابلو شباب القيروان والسي ابي وحمام لمف مروا بمراحل كبيرة برشا سي ابي سنين صارت لها مشاكل مادية كبيرة والناس كل تعرف المشاكل نتاعها من اول العام حمام لنف في الموارد المالية نتاعها ديما ضعيفة ما عنديش موارد قارة خالصين لما ما عنديش موارد قارة نعرف انا حمام لنف قريب لها برشا الموارد ديما ضعيفة كل عام موارد نتاعها ضعيفة ما عنديش موارد قارة يا اما يجي بريزيدون ولا يعني كي تشوف الموارد نتاعها ضعيفة برشا حمام لنف قروان كيف خسرت الموارد نتاعها وضعيفة وتغيير زاد الرؤساء جمعيات ومنه ومنه يعني راه انا الكلاسمون ماشي صحيح باش نخسروا زوج جمعيات من كاليبر كان باش نخسروا السي ابي ولا باش نخسروا القروان ولا بنزرت ولا حملنف باش نخسروا جمعيه ولا سنين من الكاليبر لكن هذيك هي الكره وهذيك هو استراتيجي نتاع وهذيك هي ماشي فيها توي اسلام جوست دقيقه برك شوف وقت نتكلم على الارقام نتكلم شوف حمام نلف الا 19 معناتها في فرق حمام نلف الا 19 بنزرت الا 17 قروان إلا 21 متلوي إلا 12 تطاوين إلا 8 سليمان مع 0 شابة 0 واتحاد بن قردين إلا 4 عندك أكثر من 50% الفرق متاع الوطن متاع البطولة التونسية يلسون ان ديفيسيت دو بوان اي دو بوت معناتها الوقت تشوف الأرقام هذوما تشوف أكثر من 50% أكثر من 50% ما نحكيوش على قد سجلوا أهداف كل معناتها 60% مش ماركين هوندو سامحني قصة اليوم 4-1 بين بالكيشف ان الملاعبين اللي عندك اليوم يزمك تلعبهم مرة كل جمعتين وتعطيهم أكثر وقت دو ريكوبيراسيون باش نجم تمتع في كورة مش تلعب بهم 4-1 اليوم ما ثماش إمكانيات بدنية سامحني سامي ما ثماش إمكانيات بدنية سلام باش تنجم تشوف ريتم وتشوف مستوى في كل مباراة اليوم 4-1 اشتر الجمعيات ما ثماش استقرار كل يوم تلقى تشكيلة جديدة وهذا عامل إصابات لأنه اليوم 4-1 الملاعبين مش حاضر بدنيا بشكل موجود صغير. اليوم نحكي مع إدارة الترجي انه كما يحكي سامي ثم بوان تاع لي زاتاكون والبونتويت ثم دوسي يعني باش نحكي فيه حكيت فيه مع إدارة الترجي وان شاء الله يمشي صحيح وان شاء الله مقبول انه يعني ثم دوسي حكيت فيه قبل قعدت في بالي ذاك هو نتاع مدرب خاص بالمهاجمين هذا نحكيو فيه هذا هو بدينا نحكيو فيه مع حتى يبدا في الليجان ساعه ترافاي سبيسيفيك على لي سبيسيفيك سينيور في الترافاي سبيسيفيك في لي زاتاكون على خاطر توا في مازال يقبل يتعلم الملاعب في السينيور بالطبيعه
اذا كان المدرب اول يعطيك الفرصه باش تخليك لا لا تخدم سبيسيفيك المدرب تخدم لاتاك نتاعك يعني كيفاش تخدم على تحت المدرب نتاعك بعد لي سيونز اوترمون ولا تجيبهم الصباح كما يخدموا كل تخدم سبيسيفيك عمرك 20 23 24 25 تعاود ترجع تقرا الالفابي مدرب انا مدرب اول يقبل راني انا في التراجي راني انا في التراجي نخدم سبيسيفيك كل لونترمون بعد لونترمون كنت نخدم سبيسيفيك حتى مع المدرب نتاعك مش يجيبوا لك مدرب لا 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 انا تحت المدرب مانيش مدرب المدرب اول يعطي الخدمه لكن ثم ترافاي سبيسيفيك لي زاتاكون يتخدموا وحدهم باهي علاش نقول لك علاش يتخدموا سبيسيفيك كل انسان عنده لي زوند نتاعو لي زوند نتاعو تكون بوزيتيف نيجاتيف انسان هذاك باهي تولي لي زوند نتاعو باهي يمشي معاه معروف هذاك لي زوند نيجاتيف ما يمشيش معاه اي انسان في الدنيا عنده لي زوند يدور بيه لي زوند نتاعك انك تخدم برشا اورديناتور وذكي برشا نعطيك الاورديناتور تاعي ونبدا مرتاح ميكانسي باهي وقوي ويحكي عليك نمد لك الربط ونمشي نروح مرتاح انا باش نمد لك اتاكون مع انك بيتور مع انك كورت قبل مع انك موجود في الكوره دونك انا باش نمد لك اتاكون مانيش باش تضيع حولي في الكوره في تونس توا في الكوره راهو برشا ناس مش عارفه الكاليتي نتاع اتاكون رانا عندنا 9 انواع نتاع اتاكون كي تحكي مع تقول له راهو عندك 9 انواع نتاع اتاكونات وراهو كل اتاكون عنده سبيسيفيك نتاعو وراه كل اتاكون عنده لي مويان نتاعو كل اتاكون عنده لي كاليتي فور نتاعو يجو يزمو يعملش ما يعملش راي ثم برشا ناس مش فاهمه اش معناتها الاتاك وشو علاش البونتويت ثم الاتاكون دانتيريور ثم الاتاكون لي ثم الاتاكون بيفو ثم الاتاكون سيمي ظهر لي الموضوع تحب يروح حصه وحده خلينا نحكيو شويه على التفاهم بعد بينا شويه على الموضوع على الفكره صغيره دونك هنا يلزم نخدموا سبيسيفيك لي زاتاكون باش النجم نحصل السينيور اللي نسمع باين نحن نسمع انا قاعد نخدم في التراجع عندك وترا والخميسي انا قاعد نخدم نكمل شهرين وانت بتجي بعد معين تجي مدرب ليه خلنا مش مدرب انترونور كيم انترونور ادجوان لي زاتاكون في ليفيكتي كاينين الانترونور اللي انت يا صاحب الفكره يجيني انا مدرب اول كيما معين وانت صاحب الفكره ما نقبلكش معايا في الستاف يعني الموضوع هذا كانوا لي هكا ولا يعني سامي صاحب الفكره ومعين مدرب في الترجي الذي تونسي ليه بعد إشارة المدرب بعد إشارة المدرب ما يقبل شيء نجم مثلا حتى مدرب يقبل هي كانت تفكر سوف تقبلك بيرسونال وقتها مع نبيل معلول محمد مكاشف هذا مدافع كان وقتها وعبد السليم تقبل انترنور دي جارديان ولا ما تقبلش آه. يا سامي تقبل انترنور دي جارديان تقبل ولا ما تقبلش ثم منظومة دفاعية ومنظومة هجومية خلق المدرب أول خرجنا شوي خرجنا على الموضوع في كلمة أمس مع خالد السويسي قداش لعبوا مباراة إلى حد الآن 23 مباراة أي أحسن هدف قداش مرت 13 بوتو واضح اسمه كونترولور سبيسيفيك كي مونترولور دو غارديان سبيسيفيك كي مونترولور دي زاتاكون سبيسيفيك كي مونترولور تاع دي مونسير سبيسيفيك خالد السويسي هل اذا كان ممكن ليفكتيف نتاع سي بي هل استثناء معناها ما عادش الولاد قالوا يستحقوا المرتبه نتاعهم بون ممكن مشاكل اخرى حكمت انه يكون في اسفل الجدول السي بي مش ليفكتيف ليفكتيف كي تشوف الاسامي هل اسامي محترمه جدا في السي بي اي ولا المشاكل من اول عام بدات دونك الفلوس ما فماش كيما قلت لك دونك الجمعيات اللي هذو معناتها كيما هكا معناتها بنزرت ولا قروان ولا حملنف ما يتذكر معناتها التلوع معناتها المانتيان نتاعو كان في الشطر الثاني نتاع يبدا هو من الاول كالمشاكل الاولانيه كي يضيع في لي بوان هاو خسر الماتش هذايا هاو مشى الماتش هذايا عمل نول هاو يقول لك ميسالش هاو مازال سيزون وقت تبدا صاي تخلط وقتها يبدا يتذكر يحب يخلط ويحب يرقع دونك سي تروتار الحقيقه نتاع ربي معناتها اذا كان من الاول العام كيما قال لك يرجعوا مخر لونترينمون عقود نتاع جوالات واحد صح واحد ما صحاش فيها وخرج هاو ما خرجش هاو مشى هاو معناتها كيب ديجا يبدا راجع للسيزون نتاعو مش عارف على روحه حتى شنو عامل دونك هذاك اللي يخلي ليكيبات اللي كيما هكا معناتها تقعد ربي سلام الرؤساء نتاع النوادي ماذا بينا يفهمونا لي بروجي نتاعهم اول عام يلعب على البطوله وبلاصه كوب دافريك واخر العام ان شاء الله نمنعه يعني ذبابيه شويه في الافكار ولو انه سامي يتفاعل معك في ذيك المده بيقول لك لوام جابت تخدم سبيسيفيك جابت كارفالو يخدم في لي ديفونسور نتاعهم موجود في العالم راهو ترافاي سبيسيفيك تعمل فيه اسمه نتاع جنوب افريقيا سان داوز عنده لونترينور زاتاكون نتاعها اكزافي عنده سبيسيفيك سبيسياليتي يخدم سبيسياليتي انترونور دي زاتاكون وبالاريتي ما عادش توا رول فوتبول ثم دي زونترونور بالاريتي توا يعطيك الصحه شكرا لك سامي في كلمه جوست تعطيني لحظه سامي برونوستيك في كلمه شكون الزوز باش يديها باهي جوست باش نقول لك الكره التونسيه فقدت لاعب كبير ياسر جمال الدين قبطان كان يلعب في نادي حمام الالف يلعب مع خالد حسني يلعب مع تميم يلعب مع سيتي ان تري جران جوار الله يرحمه نعم وتوفى البارح ودفنوه اليوم في حمام الالف في كلمه شكون باش يديها
مشتيح بن زرت و انا نقول بن زرت والقروي انيس. لا صعب صعب جدا هذول وضعي انا مش اسمع اسمع في كلمه زوج جمعيات تعطيني لا باش تعطيك على حسب الجدول على حسب المباريات المتطابقه. نادي حمام الانف اذا ينتصر على نزمه رياض السياح الاسبوع هذا منعمته اذا خسر هو المعنى الاول. نادي حمام الانف يلعب مصيره في حمام نزمه رياض السياح. وضعيه الوضعيه تنجم تكون سيابي سام العروسي شوف خالد خالد السويس انا كيما نيس معناتها كيما قال لك اذا كان حمام الانف تربح جمعه هذه معناتها ليتوال تولي عندها شانس كبيره باش تشوفها تربح انت ايتوال ولا تنجم على كل كيما ريت بنزرت مع تحرره الروح مع مع المسير انت المفاهمات انت المفاهمات قبل سميه زوج جمعيات انا الاقرب الاقرب بنزرت وحملم سامي العروسي ما نجمش ما نجمش اعطينا زوج جمعيات حاجه كره خضر حمام الانف يتغشى على الفرق نحبهم انا وثلاثه ما نجمش ما نجمش صعيب صعيب على الاخر. واضح. شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحه. شكرا على باشا في الاخراج. شكرا الناس الساكري في الاخراج رقمي نتلاقى نتقابلوا نهار الاربعاء ان شاء الله غدوه يجيكم الساحبين مطلفه حتى